الو، ايوه موجود. مدام اميره، مش كنت تسالين الاول انا موجود ولا مش موجود؟ الو، اهلا. لا دي سكرتيره جديده. لا ما اقدرش، اصل انا من الصبح بدري هكون مسافر سويس، عندي مؤتمر الصحافه والاعلام الافريقي. طبعا اول ما هرجع هتصل بيك على طول. سلام. احنا كنا بنقول يا جماعه، كنت بتقول كل واحد يبقى رقيب على نفسه وذنبه على جنبه. كانت عظيمة. الآنسة ريم السكرتيرة بتاعتي. أهلا وسهلا. أهلا. أنت على فكرة هتتبسطي جدا في شغلك مع حسام. والله أنا أهتم بكلام حضرتك، شهادة عظيمة في حق حسام. شوقي بيس رئيس تحرير. سابقا وحاليا رئيس تحرير أكبر جريدة من جرايد المعارضة، وإيه صحف خطاب صحفية معتبرة يعني. لا وكمان غير صحفية. عن إذنكم. ياه، ده إحنا بعيدنا عن الأوتيل خالص. إن كان عليا أنا عايز أبعد بيكي عن الدنيا كلها. وإيه المناسبة؟ في كلام كتير عايز اقوله لك. مستني ايه؟ ما تقول. وانت بالذات مش كل الكلام اللي اتقال لك. لا لا لا، اذا كنت مؤمن بيه قول، ما يهمكش. نفسي اقعد معاك في حته ما فيهاش اي مخلوق. وبعدين؟ وبعدين يا حسام، وبعدين نقعد ندردش لحد ما يطلع علينا الحب. سيف. نعم. انت ألذ كذاب شفته في حياتي. الله. الله. ما قلت حضرتك عايز تخطفني تاخدني في حته بعيد عشان تقعد تدردش معايا. امال انت شايفه ايه؟ انا شايفه انك عايز تاخدني في حضنك وتبوسني. يا اهنيك على الضربه الصحفيه دي. عفوا يا استاذ، انا عارف انك بتحبين يا شباب. ما هو انت لازم تهدي يا اميره عشان نعرف نتفاهم. طب ممكن افتح الباب واجي لك على طول؟ هفتح الباب. ايوه 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 ايوه. أنا هنادي. لا يا ست، مش ريم اللي جت. يا أميرة، يا أميرة بطلي عصبية وعقلي. طب ثواني وحجيلك، ثواني وحجيلك. مع السلامة. لا مؤاخذة يا هنادي، أنا لازم أنزل دلوقتي لأن عندي مشوار مهم أوي. مالك يا هنادي، في إيه؟ مش عارفة أضحك ولا أفرح ولا أعيط. اوه يا هنادي، من فضلك فهميني ايه الحكايه. انا حامل يا حسام. انت حامل؟ حامل ازاي؟ انت بنت مش بعظمه لسانك قلت لي انك انت اتجوزتي مرتين قبل كده وما خلفتيش. حكمه ربنا بقى يا حسام. طب ايه اللي خلاك تحبالي دلوقتي؟ اشمعنى انا؟ استرني واستر عليك ربنا يا رب. من فضلك من غير عيار، من فضلك. حل المصيبه اللي احنا فيها دي وبعدين استرك اللي انت عايزاه اعمله لك. انا مستعد اعمل اللي انت عاوزه ورجلي فوق رقبتي. شوف يا هنادي، انا طبعا يساعدني ان انا اجيب منك عيل وكل حاجه، بس انت عارفه الجواز ده محتاج تدبير وتفكير. انا مش هكلفك حاجه، كلها 25 قرش ثمن المأذون. انا مش عايز 25 قرش بتاعت زفت. نادي، يعني
انت يعني رضيتي انك انت يعني تبقى قاعده في الكوشه في وسط الفرح قدام العزيم وبطنك باينه من تحت الفستان؟ مش ممكن طبعا. يعني لا لا مش معقول طبعا. انا لا، انت لازم الاول تخلصي من اللي ببطنك علشان شكلك يبقى كويس في الكوشه. انما بالطريقه دي انا ما يعجبنيش. كان منعني بلعيل منك. معلش. خيرها بغيرها. لسه في خيرها ولا غيرها؟ اللي بتسمي الشوربه بيخاف من الزبادي. شو بيكون زبادي ده؟ ايه العبط ده؟ انا فعلا عبيطه، انا صدقت ان ربنا ينصفني على ايديك، لكن اعمل ايه؟ نصيبي كده. منك لله بقى. منك لله. كده ليه؟ أميرة، ما تخافش ولا حاجة، دي مسافة السكة، وأنا عايزك تهدي بقى عشان نعرف نتكلم، ممكن؟ نتفاهم؟ إذا كنت أنا شايفاك بعناية دولت وأنت بتبوس البت دي، دي! ليه بس سوء الظن ده يا حبيبتي؟ سوء ظن؟ بقول لك شايفاك بعناية دول! لا حول ولا قوة إلا بالله، يا أميرة البنت عينيها على الطرف، في شوية رمل دخلوا في عينيها، نفخت فات، ما فيهاش حاجة. لا طيب، وحنين، وكذاب وستين كذاب. ليه لما كلمتك في المكتب ما قلتليش إنها ريم؟ أنا عارف إنك حساسة من ناحية البنت ومش عاوز أجرح مشاعرك. بعد الأميرة هانم زي فقار تغير من بنت صغيرة زي دي؟ إيه يا أميرة في إيه؟ إيه يا زربونة يا تركية أنت؟ أنت بلد؟ اضحك اضحك تعالي تعالي. وبعدين مش عاوزك تعقدي الدنيا على حاجة تافهة كده يا أميرة. مش معقول تفضلي مشدودة على طول كده. ليه يا حبيبتي كده؟ ليه؟ إيه يا أميرة؟ إيه ده؟ إيه يا أميرة؟ أميرة في إيه يا حبيبتي؟ معقول؟ حصل إيه؟ إيه اللي يرضيك يا أميرة؟ تحب أفصل ريم من الجريدة؟ لا أفصلها. لا ما بحطش راسي براس أي حد. حسام اسمعني، أنا عمري ما فكرت في يوم إنك ممكن تكون جوزي، لكن أعمل إيه؟ نيلت وحبيتك، دي نقطة الضعف الوحيدة اللي فيا. انت لازم نتجوز. نتجوز حبيبتي. بس اصل انت اصلك فاجئتيني. ليه؟ ما عندكش شقة ولا لسه هتحوش المهر؟ ايوه بس انا كنت فاكر يعني ان جوازي منك هيعطل مصالحك مع الناس يعني. مالكش دعوه بمصالحي، هدوس على مصالحي كلها، بس لازم نتجوز فورا. نتجوز؟ اه. بس فورا دي صعبة حقيقة. لازم الأول يا أميرة أعيد حساباتي. إيه؟ تعيد حساباتك؟ أنا اللي هعيد لك حساباتك. مين اللي نجحك في الانتخابات؟ مين اللي خلاك رئيس تحرير؟ مين اللي خلاك شخصية مهمة في المجتمع؟ مش أنا أميرة ذو الفقار؟ أبقى ابني 60 كلب لو أنكرت فضلك عليا يا أميرة هانم. بس مش عيب تعاير الراجل اللي أنت اخترتيه يبقى جوزك. تصبح على خير يا أميرة. حسام الحقنا حسام، انا اتخرب بيتي. محدش اتخرب بيته غيري. تحويش العمر راحت، اتسرقت. مين اللي سرق؟ الحاج شكري. يا فوزي بطل الهباب اللي بتشربه ده عشان تبطل تفتري على الناس. والله العظيم الحاج شكري سرقني. سرقك ازاي؟ انا بسلامة نية كنت عاين عنده تحويشة العمر عشان يستثمرها في شركته. ودي فيها ايه دي؟ فيها ايه؟ فيها ان كل فلوسي وفلوس المودعين اللي عنده طارت. طارت ازاي يعني؟ طارت كده اهو على لندن هناك. حاج شكري كان بيضارب في بورصة لندن ب 170 مليون دولار، خسرهم. انت جبت الكلام ده منين؟ اهو
كل وكالات الانباء قايلها على التيكرز النهارده. ده انا مدي امر مطبوعات لحساب الحاج شكر على مسؤوليتي ب 2 مليون. الو؟ ايوه يا ريم. مستشفى ايه؟ طيب طيب جاي جاي. سايبني رايح فين يا حسام؟ رايح اشوف المصايب اللي بتتحدف على دماغي النهارده. مدام تعبانة جالها نزيف حد بعد عملية الإجهاض، تقدروا تشوفوها بكرة. من فضلك يا ريم وصليني بعربيتك أحسن أعمل طولي.